بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله شباب، النهاردة هنتكلم على الـ Process Management. ده أول topic في الكورس بتاعنا. إحنا كنا اتكلمنا في المحاضرات السابقة عن الـ Components بتاعة نظام التشغيل in general، لكن النهاردة هنبدأ نتكلم بقى تحديدا على أول موضوع اللي هو الـ Process. الـ Process في عايزين نعرف إيه هو الـ Process Concept. البروسيس سكادجولينج هنتكلم عليه بشكل مختصر ان شاء الله. المحاضره القادمه هنتكلم عليه بتفصيل اكتر. ايه الاوبريشنز اللي المفروض الاوبريتنج سيستم يعملها على البروسيس، والكوبريتنج ازاي البروسيس تتعاون مع بعضها، ويعني ايه ثريدز، وفي الاخر ازاي البروسيس بتكلم بعضها عن طريق الانتر بروسيس كوميونيكيشن. اول حاجه زي ما اتفقنا، ايه الفرق ما بين البروسيس والبروجرام. البروجرام ده بيبقى اللي موجود على الكمبيوتر، مش في حالة تنفيذ، لكن وانس نسيتك تعمل عليه دبل كليك ويبدأ التنفيذ، ده احنا بنسميها بروسيس. في ناس بتسميه الديسباتشابل يونت. يعني ايه كلمة ديسباتشابل؟ الديسباتش اللي هو الاستدعاء، هي دي الوحدة اللي بيتم استدعائها للسيطرة على السي بي يو لفترة من الزمن. في ناس بتسميه لوكس اوف كنترول، في ناس بتسميه الجوب، في ناس بتسميه اسماء كتير قوي. في ناس بتسميه الانتيتي تو ويتش البروسيسورز ار اسايند، دي الحاجه اللي بتقدر تسيطر على البروسيسور في وقت معين. لازم اول حاجه نعرفها ان البروسيس وهو شغال، اول ما يتحول البروجرام لبروسيس، بيبدا البروسيس نفسها يبقى ليها ستيت. يعني ايه ستيت؟ حاله البروسيس. في عندنا مودلز مختلفة في أنظمة التشغيل مختلفة، في عندنا مودلز مختلفة لإيه الستيتس اللي ممكن البروسيس تبقى فيها عشان نظام التشغيل يقدر يفرق ما بين بروسيس وبروسيس تانية. المودل اللي احنا هنتكلم عليه ده احنا بنسميه الفايف ستيت مودل. ده بيتكون من 5 ستيتس، إن البروسيس تبقى في حالة نيو أو في حالة رانينج، ويتنج أو بلوجد، ريدي أو تيرمينيتد. إيه الفرق ما بين ال5 ستيتس دول؟ اول ما سيادتك بتعمل دبل كليك على البروجرام قبل ما بيتحول الى فول بروسيس، بيبقى في حاله اسمها نيو، ان البروسيس بيحاول ان هو ينشئها، بيحاول ان هو يحولها لبروسيس، بيبدا يحجز لها الريسورسز اللي هي طالباها. حاله الرانينج هي الحاله الطبيعيه اللي سيادتك متخيلها، ان البروسيس تبقى موجوده على السي بي يو وبتبدا تتنفذ بشكل كامل، لكن خلال ما هي راننج ممكن اي حاجه تحصل. ممكن يحصل لها انتربت خارجي هي ملهاش علاقه بيه، ممكن هي تطلب سام اي او ديفايس وبالتالي بتتحول لحاجه اسمها الويتنج او البلوكت. لو البروس حصل لها انتربت بشكل هي ملهاش علاقه بيه، يعني اتقطعت على السي بي يو بشكل هي ما يعني مش طالبه اي اي او ديفايس، بتتحول مباشر لحاله اسمها الريدي. ان الريدي خدوا بالكم بس ان كلمة waiting في الريدي غير كلمة waiting as a state. كلمة waiting في الريدي معنى كده ان هي مش منتظرة حاجة، ولكنها هي منتظرة فقط ان هي توصل لسي بي يو. تبدأ البروس تتحرك من state لستيت لغاية لما شغلها يخلص، وبالتالي تتحول الى الستيت terminated. عشان نفهم القصة دي بشكل يعني ابسط، تعالوا نشوف الرسمة دي. الرسمه دي بتقول لك ان البروسيس اول ما بتدخل بتبقى في حاله نيو، بتبدا تعمل حاجه اسمها ادميشن، هنفهمها دلوقتي معناها ايه بتفصيل اكتر. بعد ما عمليه الادميشن بتتم بشكل ناجح، بتتحول الى حاله الريدي، ثم بتتحول الى رانينج. وهي رانينج ممكن يحصل حاجه من اتنين، يا اما تتقاطع بشكل خارجي ملهاش علاقه بيه، في انتربت ويز هاي برايورتي يقدر يقاطعها، وبالتالي بتتحول الى حاله ريدي بشكل مباشر، او ان هي شخصيا تطلب سام اي او ديفايس، سام اي او ايفنت، وبالتالي تتحول الى المرحله ويتنج لغايه لما اللي هي طالباه يخلص، وبالتالي ترجع تاني الريدي ثم رانينج وهكذا لغايه لما تخلص البروسيس وتتحول الى حاله انتربت. عشان نفهم القصة دي بشكل يعني أبسط من كده، تعالوا نتخيل الآتي. تخيل كده الستيت دايجرام اللي احنا لسه بنتكلم عليه. فأول ستيت عندي اللي هي نيو، أول ما البروس تبدأ تبقى في الحالة نيو، بتحصل عملية اسمها الأدميشن،
ثم لو الطلب بتاعها ناجح، وهنفهم يعني ايه برضو الطلب بتاعها ناجح، بتتحول الى الريدي، ثم تتحول الى الرننج. لو حصل انتربت بترجع تاني للريدي. لو صار سام اي او ديفايس الطلب، بتتحول الى الحالة ويتنج، ثم بترجع تاني للريدي بعد ما الويتنج يخلص. وبتبدأ تتحرك في الدياجرام ده لغاية لما بتخلص، وبالتالي بتتحول الى الحالة terminated. طيب عايزين نفرق بقى هنا ما بين اكتر من حاجة. هل سيادتك بتفتح برنامج واحد ولا ممكن تفتح اكتر من برنامج في نفس الوقت؟ سيادتك ممكن تدخل كده تقعد تعمل اوبن الوورد واوبن الكروم واوبن ميوزك بروجرام، سيادتك تقعد تفتح اكتر من برنامج في نفس الوقت. فاول حاجه سيادتك لازم تعرفها ان البروسيس اول ما سيادتك بتعمل عليها دبل كليك عشان تبدا تشتغل، بتدخل في كيو. الكيو ده بنسميه حاجه اسمها الادميشن كيو. البروسيس اللي سيادتك عايز تفتحها بتبدا تتقدم للسيستم، والسيستم بيبدا يفحصها واحده واحده، ايه الريسورس اللي هي طالباها، هل الريسورس دي افيلبل ولا لا. وعلى هذا الاساس لو الريسورس دي افيلبل بيحولها للريدي، لو مش افيلبل بيطلعها بره السيستم تماما. خلاص. ثم ممكن يبقى في عندي اكتر من بروسيس ريدي في نفس الوقت. انت سيادتك لو فتحت الكمبيوتر فتحت اكتر من برنامج، هتلاقي التاسك بار تحت في اكتر من برنامج. فالكمبيوتر بيتعامل معاهم ازاي؟ بيبقى ممكن يبقى عنده اكتر من بروسيس ريدي في نفس الوقت، وبالتالي لازم يحطهم في كيو. دي بنسميها حاجة اسمها ريدي كيو، هي مجموعة البروسيس الريدي اللي منتظرة فقط ان هي توصل للسي بي يو. الرننج هو ده اللي بيتحكم في السي بي يو. احنا زي ما اتفقنا، احنا السيناريو بتاعنا لغايه دلوقتي ان انا عندي اونلي وان سي بي يو في السيستم. ممكن وهي راننج يحصل لها انتربت، الانتربت ده ترجع تاني للريدي. هي ما وقفتش عشان حاجه هي طلباها، لا ده هي وقفت بشكل خارجي بسبب خارجي، وبالتالي رجع تاني للريدي على طول. ممكن كمان وهي شغالة تطلب حاجة من الاي او. انت سيادتك مثلا عملت سكان، عملت ريد من الكيبورد، عملت اي اوبريشن من الاي او ديفايس، وبالتالي البروسيس هي وقفت نفسها بنفسها عشان سام اي او ايفنت لازم يحصل. وبالتالي هنا التحول من الرننج للويتنج بيبقى عندي اكتر من كيو، اكتر من كيو. لكل اي او ديفايس بيبقى عنده الكيو بتاعه. ممكن يبقى عندي كيو للبرينتر، عندي كيو للسكانر، عندي كيو للكيبورد، على حسب ما البروسيس بتبدا تطلب، تبدا تتحرك زي ما هي عايزه. وبالتالي في عندي 3 كيوز اساسيه في السيستم اللي احنا بنتكلم عليه ده. في عندي كيو من النيو للريدي، دي مجموعه البروسيس اللي منتظره انها لسه بتتفحص طلباتها ومنتظره انها تدخل السيستم. ثم ممكن يبقى عندي اكتر من واحده ريدي منتظرين في كيو ان هم يدخلوا على السي بي يو، والبروسيس راننج ممكن تتحول الى الويتنج، وبالتالي هتنتظر في كيو من الكيوز دي. ممكن يبقى عندي اكتر من كيو في السيستم. بس كل كيو ده بروجرام، كل كيو ده لازم حاجه تتحكم تفحص البروسيس دي هل طلباتها مقبوله ولا لا، وبالتالي تتحول الى الحاله ريدي. لو انا عندي اكتر من بروسيس منتظرين في الريدي كيو، مين فيهم اللي هتدخل على الرننج؟ لو انا عندي اكتر من بروسيس منتظره مثلا الكيبورد، او منتظره السكانر، او منتظره اي او ديفايس، مين فيهم اللي هيشتغل وبالتالي يرجع تاني للحاله ريدي؟ وبالتالي احنا عندنا هنا 3 سيستم اوف كيوز، ده بنسميه الادميشن كيو، ده بنسميه الريدي كيو، والمجموعه دي كلها بنسميها الويتنج كيوز. كل كيو من دول لازم له بروجرام يتحكم فيه، هو اللي يعمل الحسابات بتاعته ويقرر مين البروسيس اللي تحصل لها ان كيو ومين البروسيس اللي هتطلع دي كيو. عشان كده احنا في عندنا بروجرام مستقل داخل نظام التشغيل بيتحكم في هذا الكيو، اسمه اللونج تيرم سكيدجولر. لونج تيرم سكيدجولر. وفي عندنا انذر بروجرام بيتحكم في التحول من الريدي للرننج، ده احنا بنسميه الشورت تيرم سكيدجولر.
وفي عندنا انذر انذر بروجرام بيتحول في الويتنج كيوز، ده احنا بنسميه الميديم تيرم سكيدجولر. دول اكنهم 3 اشخاص كده، 3 اشخاص دول كل واحد فيهم بيتحكم في الكيو اللي هو تبعه، تمام. وبالتالي في ممكن يبقى عندنا كام بروسيس في الادميشن كيو، ممكن يبقى عندي اكتر من واحده. في عندي كام بروسيس في الريدي كيو، برضو ممكن يبقى عندي اكتر من واحده، وهكذا. دول بيبقوا مترتبين بشكل ما، دول بيبقوا مترتبين بشكل ما، دول ان جنرال مش مترتبين الا لو كانوا ويتنج لنفس الاي او ديفايس. يعني احنا ممكن بروسيس رقم واحد الاول طلبت اي او ديفايس 1، بروسيس رقم 2 تكون طلبت اي او ديفايس 2، لا يمنع ان اي او ديفايس 2 يخلص قبل اي او ديفايس 1، وبالتالي 2 تطلع قبل 1. وبالتالي هنا ما عندناش ترتيب ما بين البروسيز اللي في الكيوز دي الا اذا كانت منتظره في الكيو الواحد. تاني نرجع للسلايدز بتاعتنا تاني. يبقى احنا دلوقتي بنقول ان ممكن one process is running at a time، في واحدة بس process running at a time، لكن ممكن يبقى في اكتر من process ready او اكتر من process waiting في نفس الوقت. في عندنا list من ال ready jobs موجودين in some priority order. وكلمة priority دي هنتكلم عليها، لان احنا اتفقنا ان كلمة priority دي بتتعرف بشكل مختلف. لو والله لو واقفين بالترتيب فالبريورتي بتاعهم هو ترتيب الوصول، لكن ممكن يبقى عندي اكتر من بريورتي بشكل تاني. وفي كمان عندي ليست اوف ويتنج جوبز موجودين ان ان اوردرد واي الا اذا كانوا ويتنج للكومبليشن اوف ذا سيم ايفنت، يعني موجودين في نفس الكيو بتاع نفس الديفايس. اول ما البروسيس بتدخل عندي في السيستم، الاوبريتنج سيستم بينشئ لها حاجه اسمها البروسيس كنترول بلوك، البي سي بي. البي سي دي عبارة عن ايه؟ ده بيبقى عبارة عن بروسيس ديسكريبتور. يعني ايه بروسيس ديسكريبتور؟ ده بتبقى حاجة زي البطاقة الشخصية كده للبروسيس، فيها كل المعلومات اللي تخص البروسيس خلال فترة حياتها عندي في السيستم. يعني مثلا بنخزن فيه الحالة اللي هي فيها دلوقت، بيبقى فيه رقم كده، رقم يونيك بيميز اي بروسيس عن بروسيس تانية. في عندي حاجة اسمها بوينتر تو بروسيس بيرنت، بوينتر تو بروسيس تشايلد. كمان شويه كده هنعرف ان هم بيتوالدوا، في عندنا زي فاميليز كده اوف بروسيز، وبالتالي لازم نبقى عارفين مين البيرنت والتشايلد. بيبقى عندي بوينترز للريسورس اللي هي حاجزاها، بيبقى عندي حاجه اسمها السي بي يو سكادجنج انفورميشن. عشان اتخيل موضوع البي سي بي ده، البي سي ده موجود فين؟ لو سيادتك فتحت التاسك مانجر ورحت على الديتيلز، كل رو من دول هو بي سي بي. ليه؟ كل بروس من دي هو بيخزن لها النيم، بيخزن لها الهاندلز، اليوزر نيم، البروس اي دي، ده الاي دي اللي احنا لسه بنقول عليه، الحاله بتاعتها هل هي راننج، هل هي سسبندد، هل هي ويتنج. في عندنا ايه؟ في عندنا ستيتس كتير. خد بالكم الموديل ممكن يختلف من اوبريتنج سيستم لاوبريتنج سيستم، فانت سيادتك لو عايز تعرف ويندوز 10 اللي احنا بنتفرج عليه ده ايه الستيتس بتاعته، يو كان جو للريبورتس بتاعت الويندوز وتعرف بالظبط الستيتس بتاعتها ايه. سيادتك هتقول لي انا هنا عندي اكتر من راننج، احنا لسه متفقين ان انا عندي راننج واحده. لا، الراننج هنا متعرفه بشكل تاني، لازم سيادتك تروح تعرف الاول الرسمه دي في نظام التشغيل تعني ايه. الراننج في الويندوز 10 دي معناها الريدي في الرسمه اللي احنا اتكلمنا عليها، فانا في عندي اكتر من بروسيس ريدي، لكن احنا هو هنا مسميهم راننج. في عندنا معلومات كتير قوي سيادتك تقدر موجوده في البي سي بي فيما يخص البروسيس، سي بي يو تايم، الحاجه اسمها البرايورتي بتاعتها. وفي عندنا معلومات لو سيادتك وقفت كده في اي مكان فاضي وعملت رايت كليك سيلكت كولوم، كل دي معلومات سيادتك ممكن تظهرها عن البروسيس دي، كلها معلومات موجوده في السي بي يو. طبعا على حسب ما انت محتاج بتبدا تظهر، عايز تعرف الميموري بتاعتها، عايز تعرف الاي او اللي هي بتشتغل عليه، كل دي معلومات بتكون موجوده في البي سي بي بتاعت البروسيس. طيب بعد ما ينشئ البي سي بي بتاعت البروسيس بيبدا يسكن البروسيس دي في كيو، زي ما اتفقنا كده في عندي 3 انواع من الكيوز. الجوب كيو الاولانيه دي الكيو العامه بتاعت كل الكيوز اللي في السيستم، سيت اوف اول بروسيز اللي موجوده في السيستم. الجوب كيو بتنقسم
لثلاثة أساسيين اتفقنا في الأدميشن، ودي بتبقى في الأول خالص، ثم الريدي، ثم الويتنج، أو الناس بتسميها ساعات الديفايس كيوز، هي مجموعة البروسيز اللي منتظرة أي أو ديفايس. وزي ما اتفقنا البروسيس بتفضل تتحرك من كيو لكيو، من ستيت لستيت، وبالتالي تعمل حاجة اسمها مايجريشن، بتقعد أكنها بتهاجر كده من كيو لكيو لغاية لما توصل لمرحلة التيرمينيشن. ده انظر دايجرام نتخيله ان انا في عندي مجموعه من البروسيز موجودين في الريدي كيو بيدخلوا على السي بي يو، والله لو خلصوا كان بها، ما خلصوش بيبداوا يدخلوا يا اما لو هم طلبوا بنفسهم اي او ريكويست، وبالتالي بيدخلوا على الاي او كيو لغايه لما الاي او يخلص يرجعوا تاني على الريدي كيو، او لو هم راننج على السي بي يو وحصل سام انتربت. واحنا اتفقنا من انواع الانتربت هي التايم سلايس، ان التايم التايمر بتاعها اكسبايرد، وبالتالي دي بيحصل لها انسرت على طول في الريدي كيو، او ان هي بتعمل حاجه اسمها فوركينج تشايلد، ان هي بتبقى في بروسيس ليها بروسيس تشايلد. ساعات بعض البروسيس زي ما نشوف لازم تنتظر لما التشايلد بتاعها يخلص الاول قبل ما ترجع تاني على الريدي كيو، ثم هي منتظرة أي انتربت، الانتربت يخلص ترجع تاني على الريدي كيو. وبالتالي عشان نسيطر على كل الكيوز دي اتفقنا إن احنا محتاجين 3 أشخاص، 3 سكادولرز، 3 برامج، كل برنامج منهم مسؤول عن كيو معين. في عندنا اللونج تيرم سكادولر، ده اللي اتفقنا ان هو يكون مسؤول عن الادميشن كيو، ده اللي مسؤول يقول مين منهم بروت انتو ذا ريدي ميموري، مين منهم جاهز، مين منهم طلباته متوفره عشان ندخله على الريدي كيو. في عندنا الشورت تيرم سكادولر، ده اللي بيبقى واقف على اول السي بي يو، هو ده اللي يقول مين اللي هيسيطر على السي بي يو لفتره معينه قبل ما تتاخد منهم. الميديوم تيرم سكادولر ده اللي مسؤول عن الاي او ديفايس. وبالتالي في عندنا ادي ريدي كيو بتدخل على السي بي يو، يا اما بتخرج وترجع تاني، يا اما بتخرج وتنتظر في الويتنج كيو وترجع تاني. لازم نفرق هنا ما بين 3 حاجات، لما بنيجي نقيس نظام التشغيل احنا بنقيسه بناء على ال3 برامج دول، اللي هي البروسس مانجمنت في نظام التشغيل بنقيسه على ال3 برامج دول. اللونج تيرم سكادولر ده بيبقى دوره ممكن يحصل على فترات طويلة، لأن مش كل شوية سيادتك تفتح بروجرام، ممكن سيادتك طول النهار تفتح 1 بروجرام أو 2 بروجرام، وبالتالي اللونج تيرم سكادولر ده يعني بيشتغل لفترات قليلة قوي. الشورت تيرم سكادولر ده بيبقى سريع، لأن هو بيتدخل بتوين كل بروسس وبروسس عندي في السيستم عشان يعرف مين البروسس اللي هتدخل على السي بي يو دلوقتي. الميديوم تيرم سكادولر ده اللي مسؤول عن الاي او ديفايس. نقيس ازاي اذا كان السكادولرز دي كويسه ولا لا؟ لازم سيادتك تعرف ان انا ما يهمنيش في اللونج تيرم سكادولر ان هو يكون بروجرام سريع، لكن عايزه بروجرام بيقدر يحسب الريسورس اللي عندي في السيستم بشكل كويس. يعني ايه؟ يعني البروس اول ما بتيجي تبدا تقدم طلباتها للسيستم، مش كده؟ وبالتالي لازم هذا البروجرام يكون حاسب الريسورسز اللي عندي في السيستم بشكل كويس، وبالتالي يقدر يقول انا اقدر استقبل البروسيس دي ولا ما اقدرش استقبلها. شورت تيرم سكادولر ده لازم يكون سريع جدا، المقياس بتاعنا هنا ان هو يكون سريع جدا. ليه؟ لان ده اللي بياخد قرار وانس ان في بروسيس وقفت في بروسيس تانية هتدخل مكانها، وبالتالي عشان ما يعطلش وقت السي بي يو لازم يكون الشورت تيرم سكادولر سريع، لان هو بيشتغل سريعا جدا، بيشتغل فريكوينتلي كل ملي سكندز تقريبا. طب والميديوم تيرم سكادولر؟ لا، الميديوم تيرم سكادولر للاسف احنا ما عندناش مقياس ليه صريح، لان سرعته في الاساس بتعتمد على سرعه الاي او ديفايس، واحنا اتفقنا ان الاي او ديفايس بالمقارنه بالسي بي يو وبالمقارنه ببقيه الرامات او وات ايفر اللي موجود على الكمبيوتر بيبقى سرعتهم بطيئه قوي، وبالتالي هو سرعته في الاخر معتمده على سرعه الاي او ديفايس، هو نفسه ما عندوش طريقه ان هو نقيس بيه سرعته. كده بنقول ان الشورت تيرم سكادجولر ده بيتم استدعائه او ان هو بيشتغل فيري فريكوينتلي كل ملي سكندز، وبالتالي ماست بي فاست. اللونج تيرم سكادجولر ده اللي مسؤول ان هو يحركهم من النيو ستيت للريدي ستيت، ده ما يفرقش معايا ان هو يبقى سلو،
ولكن مهمته الاساسيه ان هو يحافظ لي على حاجه اسمها الديجري اوف مالتي بروجرامينج. ايه الديجري اوف مالتي بروجرامينج؟ برضو لو سيادتك شفت كده التاسك مانجر، سيادتك بيبقى عندك بروجرامز كتير قوي او بروسيس كتير قوي شغاله في نفس الوقت. يعني مثلا في عندنا في الباك جراوند 105 بروسيس شغاله، وفي عندي الابلكيشنز في 4، في 109 بروسيس راننج دلوقتي في السيستم. وبالتالي العدد البروسيس اللي ممكن تشتغل في نفس الوقت دي اللي بنسميها الديجري اوف مالتي بروجرامينج. شطاره اللونج تيرم سكيدولر ان هو يشغل لي اكبر عدد ممكن من البروسيس من غير ما يشعروا، من غير ما يعاكسوا بعض، من غير ما واحده تشتغل وهي الريسورس بتاعتها مش موجوده. وبالتالي العدد ده لو قليل وريسورسز فاضيه يبقى ده عيب اللونج تيرم سكيدولر. لو العدد ده كبير جدا والبرامج عماله تعاكس بعضها وعماله تتخانق على الريسورسز، فدي برضو مشكله اللونج تيرم سكيدولر، لان هو المسؤول عن الديجري اوف مالتي بروجرامينج اللي هي بالشكل ده. لازم كمان نعرف ان البروسيس خلال فتره عملها بتبدا تتحرك شويه على الاي او وشويه على السي بي يو. مهم جدا ان نظام التشغيل يقدر يفرق، يعرف البروسيس دي هي اي او باوند بروسيس ولا سي بي يو باوند بروسيس. الاي او باوند بروسيس هي بروسيس معظم وقتها بتقضيه على الاي او، زي السكانر مثلا. السكانر البروسيس بتاعته هي بترانسفير داتا من السكانر للكمبيوتر، وبالتالي دي بنسميها اي او باوند، هي مقضيه معظم وقتها مع الاي او، غير بروجرام سيادتك بتعمله مثلا عشان يعمل كالكوليشنز عشان يحسب حاجه. وبالتالي بروجرام زي ده بنسميه سي بي يو باوند، بيقضي معظم وقته على السي بي يو. لازم نعرف نفرق او نعمل كلاسيفيكيشنز للبروجرامز بالشكل ده عشان نعرف نعمل لهم مانجمنت. في اوبريشنز كتير لازم نظام التشغيل يكون مسؤول عنها فيما يخص البروسيس، زي مثلا البروسيس كرييشن، ان هو يكريت البروسيس اتكلمنا عليها دي. البروسيس خلصت بيعمل لها بروسيس ديستروي البروسيس، يسسبند يوقفها، يريزيوم، يغير البريورتي بتاعتها، يعمل لها بلوك، يعمل لها ويك اب. السسبند وريزيوم والبلوك والويك اب، السسبند دي مثلا ان هي يبقى يحصل لها انتربت وهي شغاله وبالتالي ترجع للريدي كيو، ترجع تشتغل تاني، دي بنسميها ريزيوم. غير لما بروسيس تبقى هي طالبه حاجه وتروح للويتنج ستيت، وبالتالي دي بنسميها بلوك. والله الاي او ديفايس خلص فبنسميها ويك اب بروسيس. المعاني دي ممكن تختلف على فكره من نظام تشغيل لنظام تشغيل، احنا جاست بندي اكزامبلز. الديسباتش بروسيس يستدعيها للسي بي يو، وان هو يسمح لهم ان هم يكلموا بعض زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، اللي لازم يكون في نوع من انواع الكوميونيكيشن ما بين البروسيس وبعضها. اول حاجه نظام التشغيل بيعملها ان يعمل حاجه اسمها البروسيس كرييشن. الكرييشن هو ينشئ البروسيس، لازم يبدا ايه؟ لازم يدي لها اسم، يحطها في السيستم نون بروسيس تيبلز اللي هي الكيوز اللي احنا اتكلمنا عليها. يبدا يحدد لها برايورتي، يبدا يقول لي البي سي بي بتاعها شكله ايه وايه المعلومات اللي فيه، ويبدا يديها الانيشال ريسورسز اللي هي طالباها. لكن وخلال فتره عمل البروسيس ممكن يظهر عندنا حاجه بالشكل ده، بروسيس تبدا تخلف بروسيس صغيره، دي بنسميها سبونينج بروسيس. البروسيس الاساسيه دي بنسميها البيرنت، البروسيس الصغيره دي بنسميها التشيلدرن، دي بنسميها الكرييتنج بروسيس، اللي تحت دي بنسميهم الكرييتد بروسيس. يعني ايه؟ دي عملت كرييتنج لبي وسي ودي، البي عملت كرييتنج لاي والسي وهكذا. الاستراكشر ده احنا بنشوفه ازاي في السيستم. لو سيادتك مثلا فتحت الوورد، الوورد بيبقى فيه كود وفي دوكيمنت. سيادتك فتحت نيو دوكيمنت، النيو دوكيمنت هي بالنسبه لنا نيو تشايلد جوه السيستم. سيادتك قعدت تفتح دوكيمنتس كتير وبالتالي بيبدا يظهر حاجه بالشكل ده. سيادتك فتحت الكروم، الكروم هو الاساسي. سيادتك بدات تفتح تابات وتابات من جوه تابات، وبالتالي بتبدا تطلع لي حاجه بالشكل ده. لازم نعرف في عمليه البيرنت تشايلد الريسورس شيرنج مثلا هيتم ازاي. والله في عندنا سيناريوهات كتير قوي في الموضوع ده. ممكن البيرنت والتشيلدرن شير او ريسورسز،
يعني الاتنين ليهم نفس الريسورس كلهم يستخدموها مع بعض، او ان الشايلد بيشير سبست من البيرنت ريسورسز، او ان البيرنت اند شايلد شير نو ريسورسز، كل واحد فيهم بيبقى عنده الريسورس المستقله بتاعتها. عشان نتخيل القصه دي تعالوا كده نجرب تجربه مع بعض. طيب تعالوا كده نجرب، تعالوا نفتح مثلا ادي تاسك مانجر، تعالوا نفتح بروسيس جديده ونفترض مثلا نفتح الوورد، فهيبدأ ينسرت الوورد از ا بروسيس. بس نفتح بلانك دوكيمنت ونرجع كده تاني للتاسك مانجر وندور على الوورد، ادي الوين وورد، هنبص هنلاقي الريسورس بتاعته 24 ميجا بايت او 25 ميجا بايت تقريبا. طيب لما نرجع تاني دلوقتي نفتح نيو دوكيمنت، نيو دوكيمنت وهكذا. نرجع دلوقتي بقى للتاسك مانجر، ادور تاني على الوين وورد، هلاقي ان الميموري بتاعته زادت. الميموري دي هي مش بتاعت البروس دي لوحدها، ولكن بتاعت البيرنت والتشيلدرن بتوعه. لو سيادتك عايز تشوف الشكل ده نرجع كده تاني للبروسيس، هتلاقي ادي الوورد از ا بروسيس، وادي التلاتة تشيلدرن اللي تحتها. هنا هنلاقي ان هما كلهم ليهم نفس الريسورسز مع بعض، لكن مثلا لو فتحنا اي ريسورس اخرى هلاقي ان في والله هنا التشايلد ده ليه بعض الريسورسز، لكن التشايلد ده ليه ريسورسز مختلفة. المفروض طبعا ان مجموعهم يدي البروسيس كلها، وبالتالي حاجة زي كده ممكن تحصل داخل السيستم. في بعض البروسيس تانية ما بتشتغلش كده اصلا، في بعض البروسيس التانية بتشتغل عادي ما عندهاش اصلا الكونسبت بتاعت ال parent children. زي ايه مثلا؟ زي البرامج البسيطة، زي مثلا البينت، البينت براش، البينت براش تعالوا كده نجرب نفتحه. لو رجعت للتاسك مانجر تاني وندور عليه كده، ادي الام اس بينت، ادي الريسورس بتاعته. لو انا دلوقتي حاولت افتح another process من البينت، هل هلاقيهم هينضموا مع بعض ولا لا؟ تعالوا نشوف. هلاقي لا، ده هما في اتنين بينت كل واحد فيهم عنده ريسورس بتاعته، وبالتالي دي تاني بترجع للبروجرامر بشكل ايه؟ بشكل اساسي في البروجرامينج. طيب في عندنا another two scenarios، ان في وقت الاكسكيوشن ان البيرنت اند تشيلدرن اكسكيوت كونكرنتلي، او ان البيرنت بينتظر ان التشيلدرن يترمينيت. يعني ايه؟ يعني لو سيادتك مثلا فاتح الكروم والكروم ده فيه تابس، كل تاب ده شغال لوحده، كل تاب بيفتح موقع مختلف، بيداونلود حاجه مختلفه، وممكن بالتالي ممكن يبقى فيه اكتر من تشايلد شغالين في نفس الوقت، او حتى البيرنت والتشيلدرن شغالين كونكرنتلي. لكن في سيناريوهات اخرى ان البيرنت بينتظر لغايه اما التشيلدرن تو ترمينيت. زي ايه؟ كنا خدنا برضو مثال على القصه دي قبل كده. لو سيادتك جيت كده فتحت في الباوربوينت مثلا فايل نيو، فايل سوري اوبن من الكمبيوتر، وسيادتك بدات تعمل براوز، لو تفتكروا دي كان نوع من انواع الاي او، ده تشيلدرن. الاوبن ده هو يعتبر تشايلد تحت الباوربوينت الاساسي. سيادتك انت شايف دلوقتي ان انا ما اقدرش اعمل اي حاجه على البيرنت الاساسي لغايه اما التشايلد ده يترمينيت، وبالتالي ده انظر سيناريو ممكن يحصل. بترجع تاني للبروجرامينج وللسوليوشن، ايه الانسب فيهم في الحالات دي. طيب وقت التيرمينيشن ايه اللي هيحصل؟ الترمينيشن الطبيعيه بتاعت البروسيس ان انا هشيلها من السيستم بتاعتي، هشيلها من البي سي بي، هاخد منها ريسورس اللي هي كانت محجوزه لها، كل ده احنا عارفينه. لكن بالنسبه للسيناريو بتاع التريز هنتصرف ازاي؟ قال لك والله في عندي برضو احتمالين، ان لو في بعض السيستم ان السبوند بروسيس اللي هي تشايلد بيحصل لها اوتوماتيكالي ديسترويد لما البيرنت بتاعها بيحصل لهم ديسترويد، في بعض السيستمز الاخرى ان السبوند بروسيس بي بروسيد بشكل اندبندنت.
زي ايه؟ زي ان سيادتك مثلا فتحت دوكيمنت الاولاني وورد دوكيمنت الثاني وورد دوكيمنت الثالث، ثم سيادتك فتحت الاولاني، الاولاني ده كان المفترض ان هو البيرنت. طيب الاثنين التانيين هيستمروا ازاي؟ ولا حاجه، السيستم هيختار واحده من التشيلدرن ويفترض ان هي البيرنت ويبدا يكمل بهذا الشكل. مثلا عشان برضه سيادتك تفهم القصه دي، لو سيادتك وقفت على اي بروس عندك في السيستم هتلاقي في حاجه اسمها ان تاسك وفي حاجه اسمها اند بروس تري. ان تاسك انت سيادتك بتقتل بروسس بعينها، التري اللي هي موجوده فيه هو لا يتدخل فيها، لكن في عندنا انذر اوبشن ان هو الانتر الاند بروسس تري، كده انت بتقول له لا انا عايز اقتل التري كلها عشان ممكن تكون عامله مشكله بشكل او باخر. طيب في بقى كمان عندنا حاجه اسمها الثريدز. ايه الثريدز؟ الثريدز هي طريقه عشان اخلي السيستم يرسبوند للبروسيز بشكل اسرع. برضو يعني ايه؟ يعني الثريدز البروسيس دلوقتي بقت بتتقسم لمجموعه من الثريدز بحيث ان كل ثريد تكون بتعمل حاجه صغيره او بتعمل حاجه مستقله. طيب استفدنا ايه من كده؟ تخيل الاتي، تخيل كده ان انا جيت لكم في المحاضرة وقلت لكم يا جماعة اللي عنده طلبات لو سمحت يكتبها لي في ورقة، بس الاتفاق ان احنا هنمسك ورقة ورقة نخلصها. فجاء واحد من زمايلكم كتب 10 طلبات في الورقة بتاعته، طيب بس الاتفاق ان احنا الورقة ورقة هنخلصها، فجاء الدور على الورقة اللي فيها 10 طلبات دي، وبعض الطلبات دي هياخد وقت طويل قوي عشان يخلص. فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان جميع الطلبات الاخرى اللي انتم مقدمينها محدش مش هقدر ابص فيها غير لما اخلص ال10 طلبات دول. طيب ده هياخد وقت، كده سيادتك انت از بروسيس هتشعر ان مفيش ريسبونس من السيستم، السيستم مش عايز يرد عليك لان هو مشغول مع بروسيس تانية. فالناس قالت لك لا بلاش السيناريو ده، تعالى نفترض السيناريو ده ان انا اقول لكم يا جماعه اللي عنده طلبات يكتبها لي بشرط ان هو يكتب لي كل طلب في ورقه مستقله. خلاص يعني اللي عنده 10 طلبات ده يكتب لي 10 ورقات مختلفه، كل طلب في ورقه مستقله، وانا جمعت الورق كله ولخبطته مع بعضه وبدات اسحب ورقه ورقه. بالمنظر ده قد تكون الورقه الاولى بتاعه الطالب الاولاني، الورقه الثانيه بتاعه الطالب الثاني، الورقه الثالثه بتاعه الطالب الثالث، الورقه الرابعه بتاعه الطالب الاولاني اللي كان عنده 10 طلبات في السيناريو الاول، وبالتالي كله هيبدا يشعر ان في ريسبونس. ما خلصتلكش اللي انت عايزه ولكن في ريسبونس، السيستم بدا يرد عليا بشكل سريع. الثريدز هتتكلم ازاي مع بعضها؟ الثريدز بشكل او باخر هي شبه موضوع الايه؟ شبه موضوع التشايلد. فممكن الثريدز يبقى ليهم نفس الكود، يبقوا ليهم نفس الداتا، ممكن يبقى ليهم نفس الريسورسز وهكذا. البروسيس اللي ما بتتقسمش دلوقتي للثريدز احنا بنسميها حاجه اسمها هيفي ويت بروسيس، ودي بتبقى يعني عبء كده على السيستم وهي شغاله. برضه عشان سيادتك تتخيل القصه دي، تعالى كده نشوف برضه، نرجع للايه؟ للتاسك مانجر بتاعنا. لو سيادتك بصيت على اي بروسيس دلوقتي هتلاقي ان هي متقسمه لحاجه اسمها ثريدز. اذا هي بروس واحده ولكن هي داخليا متقسمه لمجموعه من الثريدز. ده اكتر من كده دلوقتي عشان كمان يخلي ريسبونس للبروسيس سريع، فقال لك تعالى نقسم الثريدز، نقسمها لحاجه اسمها هاندلز. يعني مثلا الباوربوينت ده هو 25 ثريدز لكن هم متقسمين كمان داخليا ل 1400، طبعا الرقم ده بيتغير كده من فتره تانية، 1428 هاندل دلوقتي. في عندنا بروسيس اخرى دي بتشتغل اونلي وان ثريد، لكن دلوقتي كمان لازم كمان تتقسم لهاندل. لو بروسيس من الموديل القديم خالص هتلاقيها متقسمه لوان بروسيس وكمان وان ايه وكمان وان هاندل، دي اللي بنسميها دلوقتي الهيفي ويت بروسيس. طيب الثريدز لازم يكون في سبورت، في سبورت معين من الاوبريتنج سيستم. برضو عشان بس ندي مثال كده برضو ايه سيادتك تقدر تشوفه كده في موضوع الثريدز، لما سيادتك بتفتح اي موقع والموقع ده فيه صور كتير، فيه جرافيكس كتير، فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان كل صورة سيادتك شايفها دي تعتبر ثريد مستقلة.
عشان كده سيادتك بتبدا تشعر ان كل الصور بتبدا تظهر في نفس الوقت، هي ما بتظهرش في نفس الوقت ولا حاجه، ده هو بيظهر في الصوره الاولانيه مثلا رو او اتنين، وفي الصوره التانيه كذلك، في الصوره التالته كذلك، فسيادتك تبدا تشعر ان كل الصور بتبدا تظهر واحده واحده مع بعض. لو احنا ما كناش شغالين بموضوع الثريدز ده، سيادتك كنت هتلاقي ان الصوره الاولى كلها تظهر، ثم الصوره التانيه، ثم الصوره التالته، وهكذا. طبعا ده كان هيبقى مش لطيف، لكن انا عايز اشعر ان السيستم كله شغال في نفس الوقت. طيب نظام التشغيل بيقدم سبورت لموضوع الثريدز ده، السبورت ده نفسه ليه انواع. في عندنا مثلا حاجه اسمها الكيرنل ليفل ثريد، الكيرنل ليفل ثريد زي الماك وزي الاو اس 2. الكيرنل ليفل ثريد ان سيادتك انت اللي بتقدم البروسيس دي للاوبريتنج سيستم، والاوبريتنج سيستم هو اللي بيتولى عمليه التقسيم، انت سيادتك لا تتدخل في القصه دي تماما. في عندنا حاجه اسمها اليوزر ليفل ثريد، اليوزر ليفل ثريد نظام التشغيل بيقول لك لا لو سمحت انت اللي تقسم البروسيس بتاعتك للثريدز اللي انت عايزها، وانا ما عليا الا انا اطيع اللي انت هتعمله، صح غلط انا ماليش دعوه. في بقى بعض الاوبريتنج سيستمز المتطوره شويه زي السولاريز مثلا، لا ده بيشتغل بهايبرد ابروتش، بيقول لك كده، بيقول لك اه انت اقترح لي الاقتراح اللي انت عايزه لتقسيمه الثريدز، وانا هبص على اقتراحك، ولو لقيت ان في ثريد محتاجه تتقسم لثريدز اصغر فانا هتدخل في هذه الحاله وهرجع اقسمها تاني. يعني مثلا الهايبرد ليفل ثريد هو بيقول لك كده، انا داخل كده بخمسه ثريدز، وفي ثريد منهم انا شايف ان هي ممكن تتقسم لثلاثه، فالخمسه دول هيتحولوا لكام؟ هيتحولوا الى سبعه، لان الواحده تحولت الى ثلاثه. خلاص ده بنسميه هايبريد، هايبريد ابروتش. طيب دلوقتي احنا عايزين نبدا نخلي البروسيس كمان تكلم بعضها. طيب يكلموا بعضهم ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الانتر بروسيس كوميونيكيشن او الاي بي سي. ده ميكانيزم بيسمح للبروسيس ان هي تكومينيكيت وتسينكرونايز، واحنا كنا اتكلمنا على موضوع الكوميونيكيشن والسينكرونايزيشن، ان السينكرونايزيشن تتطلب بالضروره كوميونيكيشن، لكن الكوميونيكيشن مش لازم يبقى فيه سينكرونايزيشن، كوميونيكيشن ممكن تبقى على فتره طويله، انا ببعت لك رساله وبعد ساعه سيادتك بتبص عليها، وبالتالي ده مش سينكرونايزيشن. طالما هنكلم بعض لازم يبقى فيه مسج، عشان كده لازم عندنا يبقى عندنا مسجنج سيستم، الاساسي فيه تو اوبريشنز اللي هما السند والريسيف. لو انا عندي تو بروسيس عايزين يكلموا بعض، لازم يبقى فيه حاجتين اساسيتين عشان اقول ان في عمليه كوميونيكيشن بتتم، واحد في كوميونيكيشن لينك، اتنين في مسج، مسج من السندر للريسيفر، وبالتالي لازم يبقى كمان عمليه عندي عمليه سند وعمليه ريسيف. كل ده كلام بسيط، كل ده كلام ما فيهوش يعني ما فيهوش جديد، ولكن لساتك لازم تعرفه بقى ان في عندنا بروبرتيز مهمه جدا لموضوع الكوميونيكيشن لينك ده، الرابط اللي بيربط ما بين السندر والريسيفر. في عندي تو بروبرتيز مهمين جدا في اللينك ده، في فيزيكال بروبرتيز وفي لوجيكال بروبرتيز. الفيزيكال بروبرتيز هي تقدر تتخيلها بروسيس هتكلم بروسيس من خلال مثلا سيستم باس على المذر بورد، بروسيس هتكلم بروسيس اوفر نتورك، بروسيس هتكلم بروسيس اوفر واي فاي، doesn't matter ماليش دعوة، ده فيزيكالي المهم ان هو يكون موجود somehow. وخد بال سيادتك لما سيادتك بتكلم واحد على الواتساب او بتكلم واحد على الايميل، actually سيادتك مش بتكلمه، سيادتك بتكلم البروسس اللي عندك، والبروسس اللي عندك هي بتكلم البروسس اللي عنده، وهو بيكلم البروسس اللي عنده، وبالتالي الموضوع في الاخر هو communication between processes مش communication between people. طالما بنتكلم على electronic communication فهي بتتحول الى communication between processes. طيب اللي يهمنا دلوقتي وعايزين نتكلم عليه هي اللوجيكال بروبرتيز بتاعت اللينك ده. ايه اللوجيكال بروبرتيز؟ في عندنا بروبرتيز كتير قوي سيادتك سيادتك تقدر تفرق ما بينهم. سوري اللوجيكال بروبرتيز ان سيادتك يبقى عندك حاجه اسمها دايركت او اندايركت كوميونيكيشن، حاجه اسمها سيمتريك او اسيمتريك كوميونيكيشن، اوتوماتيك او اكسبلست بافرنج، دي كلها الترناتيف سيناريوهات، انت سيادتك ممكن تشتغل كده او كده، كده او كده، كده او كده. طيب عايزين نفهم بس واحده واحده ايه الفرق ما بين كل واحده من دول. لما بقول لسيادتك دايركت كوميونيكيشن فانا عندي تو بروسيس بيكلموا بعض بشكل مباشر زي سيادتك بتتكلم في التليفون كده، ده اسمه دايركت كوميونيكيشن، الريسيفر لازم ينتظر السنتر وهو بيبعت له الكوميونيكيشن. الاندايركت كوميونيكيشن ان لازم يكون في
زي ميل بوكس، زي مكان رسالة تنتظر فيه شوية لغاية لما الريسيفر يستقبل. السيمتريك والسيمتريك كوميونيكيشن، ان السيمتريك كوميونيكيشن ان السندر والريسيفر يقدروا يعملوا بالظبط نفس الشيء، يعني السندر يعرف يعمله الريسيفر يعرف يعمله بشكل عكسي. الاسيمتريك ان واحد فيهم يبقى عنده ميزة عن التاني، زي ايه مثلا؟ زي انتر كونكشن بينك وما بين الانترنت سيرفيس بروفايدر. انت سيادتك بتبعت له يو ار ال سطر واحد، السطر ده بيرجع لسيادتك على شكل ويب سايت، بيرجع لسيادتك على شكل فايل كبير جدا سيادتك بتعمله داونلود. في هذه الحالة انت الداونلود عندك دايما بيبقى اسرع من الابلود، مش كده؟ وبالتالي انت هنا شغال بشكل اسيمتريك كوميونيكيشن، انت بتبعت حاجة صغيرة لكن بتستقبل حاجة كبيرة، هو العكس، هو بيستقبل حاجة صغيرة ولكن بيبعت حاجة كبيرة. لو الطرفين يقدروا يعملوا نفس الشيء بنفس الباندويتس بنفس كل حاجة، فدي احنا بنسميها سيمتريك كوميونيكيشن. الرسالة وهي بتتبعت من مكان لمكان محتاجة ميموري، هل هذا الميموري هيحصل له الوكيشن بشكل اوتوماتيك ولا سيادتك اللي لازم تحجزه بنفسك؟ ده كده اللي هو الاوتوماتيك اور اكسبلسيت بافرنج. يعني انت سيادتك دلوقتي بتعمل داونلود لفايل موجود في سيرفر في امريكا، هل سيادتك وانت بتعمل داونلود انت بتشغل بالك الميموري اللي هتتحجز على كل السيرفرز اللي الفايل ده هيعدي عليها لغايه ما توصل لك، هل القصه دي بتشغل بالك؟ لا سيادتك ما بتشغلش بالك، وبالتالي انت هنا شغال اوتوماتيك بافرنج، البافرنج بيحصل بشكل اوتوماتيك. امتى سيادتك نقول ان هو اكسبلسيت؟ لو سيادتك عايز تحجز كوتا مثلا، عايز تحجز مكان انت بتروح تدفع فلوسه علشان يحجز لك هذه السبيس، فدي بنسميها اكسبلسيت بافرنج، انا اللي بالوكيت ميموري. سيادتك انت عارف الميموري الوكيشن في البروجرامي، لو انت هتالوكيت ميموري فدي بنسميها اكسبلسيت بافرنج بشكل صريح، لو اوتوماتيك فهي اوتوماتيك. او لو انا عايز ابعت الفاريبل او الداتا سند باي فاليو او سند باي ريفرنس، دي انت سيادتك عارفها كويس قوي، انا هبعت الداتا للريسيفر باي فاليو وانا احتفظ بالاصل، ولا هبعت له بوينتر على الداتا وبالتالي ممكن اغير في الاصل نفسه. الحاجه الاخيره هي الفيكسد سايز اور فاريبل سايز كوميونيكيشن، هل الرساله اللي سيادتك هتبعتها دايما حجمها ثابت ولا ممكن تكون متغيره؟ لو انت سيادتك مثلا بتبعت رسالة ودايما حجمها ثابت، اي مسج سيادتك عندك كده فانكشن، والفانكشن دي سيادتك بتبعت لها اتنين بارامتر، الاتنين بارامتر ده واحد انتجر وواحد فلوت، وبالتالي في هذه الحالة دايما البارامتر باسنج، ما الفانكشن ما تيجي تتكلم فانكشن ده نوع من انواع الكوميونيكيشن برضه، هل الفانكشن دي لما تيجي تبعت الفانكشن دي دايما بتبعت لها اتنين بارامتر، يبقى انت سيادتك شغال فيكسد سايز، ولا الفانكشن ممكن تبعت لفانكشن اري والاري بتاعه يبقى متغير؟ دي هي الفاريبل سايز مسجنج. تمام. لو سيادتك بصيت دلوقتي على اي كوميونيكيشن بتحصل، انت سيادتك تقدر تقول لي البروبرتيز بتاعتها عباره عن ايه. يعني مثلا بنتكلم على الواتساب، الواتساب ده دايركت ولا اندايركت؟ لا هو indirect. symmetric ولا asymmetric؟ ما بينك وما بين الشخص صاحبك اللي انت بتبعت له على الواتساب، فده بالنسبه لك symmetric، انت تعرف تبعت صور وهو يعرف يبعت صور، انت تبعت voice وهو يبعت لك voice، وبالتالي دي بقت indirect symmetric. هل البافرنج اوتوماتيك ولا explicit؟ انت ما بتشغلش بالك الداتا هتتحرك ازاي، وبالتالي دي اوتوماتيك. هل الرساله اللي هو هيبعتها لك تعرف انت تغير في الاصل ولا بتغير في نسختك انت بس؟ بتغير في نسختك انت بس، وبالتالي هو بعتها لك سند باي كوبي. هل الرساله بيبعتها لك حجمها ثابت ولا حجمها متغير؟ ممكن يبعت لك فايل كبير، ممكن يبعت لك فايل صغير، وبالتالي دي بقت فاريبل سايز مسج. وبالتالي الواتساب لما اجي ابص على الكوميونيكيشن بتاعته هقول ان هو اندايركت سيمتريك اوتوماتيك سند باي كوبي فاريبل سايز مسج. وبالتالي سيادتك ممكن تقيس حاجه بالشكل ده. مثلا ممكن يبقى عندنا كوميونيكيشن اخرى تكون دايركت اسيمتريك اكسبلسيت سند باي ريفرنس فيكسد سايز، ممكن يبقى عندنا سيادتك تبدا ايه، تبدا تختار سيناريوهات بهذا الشكل. في الدايركت كوميونيكيشن يهمنا حاجتين اساسيتين، في الدايركت كوميونيكيشن زي ما اتفقنا لازم الاثنين ينتظروا بعض، مش كده؟ وبالتالي في عندي سندر وفي عندي ريسيفر، البروبرتيز بتاعت الكوميونيكيشن لينك
بتبقى بشكل سريع كده، ان اللينك بيبقى موجود اوتوماتيكالي. طالما انا بتكلم على دايركت كوميونيكيشن زي التليفون كده، لازم يكون في اكزاكتلي وان بير اوف كوميونيكيشن بروسيز بيستخدموا هذا اللينك، هو طرف واحد. لو على التليفون اتنين بس يتكلموا مع بعض، وبالتالي دي بنسميها دايركت كوميونيكيشن. between each pair there exists exactly one link، واللينك ممكن يبقى يوني دايركشنال وممكن يبقى باي دايركشنال. يعني ايه يوني دايركشنال؟ يعني واحد دايما سندر واحد ريسيفر، ما بيتبدلوش ما بيكلموش بعض. الباي دايركشنال ده ممكن يبقى انت شويه سندر وشويه ريسيفر وشويه سندر وشويه ريسيفر. ايه زي اليوني دايركشنال؟ ولا حاجه. ساعتك وانت قاعد كده في العربيه بتسمع الراديو، انت شغال يوني دايركشنال. ليه؟ انت ساعتك بتستقبل المحطه بس، ما بتردش، انت الريسيفر فقط، ولست ايه، ولست سندر. لكن انت لو عندك فرصه ان انت تبقى سندر وريسيفر زي التليفون، فدي بنسميها باي دايركشنال. الاندايركت كوميونيكيشن الموضوع بيختلف شويه. الاندايركت كوميونيكيشن ان انا بكلمك بشكل غير مباشر، وبالتالي لازم يبقى في حاجه في النص تستقبل مني الرساله لغايه لما سيادتك تستقبلها. الحاجه اللي في النص اللي بتستقبل الرساله دي احنا بنسميها ميل بوكس. طبعا كل ميل بوكس لازم يكون ليه اي دي معين، زي ما سيادتك احنا مثلا عاملين جروب. الجروب ده هو نوع من انواع الاندايركت كوميونيكيشن. الجروب نفسه، البيج نفسها او الكلاس نفسه، ده عباره عن نوع من انواع الميل بوكس، لازم يكون ليه اي دي بشكل مستقل. سيادتك تقدر تكلم البروسس الاخرى من خلال الميل بوكس لو انتوا الاثنين مشتركين في نفس الميل بوكس. ممكن يبقى عندي اكتر من بروسيس في هذه الحاله. الاندايركت كوميونيكيشن احنا ممكن يبقى عندنا جروب، ابعت رساله كل اللي مشترك في الميل بوكس ده يقدر يستقبلها. وفي نفس الوقت البروسيس والبروسيس الاخرى ممكن يكلموا بعض باكتر من شكل. امتى؟ لو كانوا مشتركين في اكتر ميل بوكس. انت وصاحبك مشتركين في جروب الدفعه، ومشتركين في جروب الكليه، ومشتركين في جروب بتاع اصحابكم لوحدكم، فانت تقدروا تكلموا بعض من خلال الميل بوكس المختلفه دي بنفس الطريقه. وبالتالي each pair of proxies may share several communication links. برضو اللينكس ممكن تبقى يوني دايركشنال وممكن تبقى باي دايركشنال. ايه الاوبريشنز اللي على الميل بوكس؟ ان انا كرييت ميل بوكس جديد، اسند او ريسيف مسج، او ان انا طبعا امسح الايه، امسح الميل بوكس خالص. اخر حاجه بس عايزين نفهمها حكايه البافرنج دي. البافرنج هو المكان اللي الرساله فيه بتنتظر لفتره معينه لغايه لما الريسيفر بيستقبلها. البافرنج نفسه ليه بروبرتيز. ايه البروبرتيز؟ يا اما تكون زيرو كاباستي او باوندد كاباستي او ان باوندد كاباستي. يعني ايه زيرو كاباستي؟ يعني اكشن انا ما عنديش بافر، الرساله مش هتنتظر، وبالتالي زي التليفون كده. التليفون انا بتكلم وسيادتك لازم تكون بتسمعني، والا سيادتك مش هتسمع رساله اصلا. وبالتالي هنا السندر ماست ويت فور ذا ريسيفر، نو بافر، زيرو مسجز كان بي ستورد تمبوراري لغايه لما الريسيفر يستقبلها. ايه الباوندد كاباستي؟ الباوندد كاباستي دي ان انا يبقى عندنا بيننا وبين بعض باوندد بافر. لو تفتكروا كده في القصه بتاعت البروديوسر كونسيومر، لما قعدنا نقول الداونلود فايل، كان في عندي بروسيس بتستقبل الداتا من اللينك، وبروسيس اخرى، والبروسيس اللي بتستقبل الداتا من اللينك بتخزنها في البافر بتاع النتورك كارد، وفي عندي بروسيس اخرى بتاخدها من البافر بتاع النتورك كارد تخزنها في الرامات. وبالتالي وكان ما بينهم بافر باوندد، خمس اماكن ست اماكن، بيبقى رقم معروف كده، هو الرقم ده اللي بيشتغلوا عليه. وبالتالي لو تفتكروا برضه في هذه الحاله، السندر كان ممكن ينتظر الريسيفر في سيناريو معين، او الريسيفر ينتظر السندر في سيناريو اخر. كان ايه السيناريو؟ السيناريو السندر ينتظر الريسيفر لو الريسيفر ما بيسحبش داتا من البفر، والريسيفر ينتظر السندر لو السندر مش بيخزن حاجه في البفر. فدي احنا بنسميها الباوندد ايه، الباوندد كاباستي او الباوندد بافر، ان السندر ماست ويت اف لينك از ايه، از فول. اون باوندد كاباستي دي اللي ما يهمكش، انت سيادتك بتبعت الايه، بتبعت الرساله، وعمليه البافرنج بتحصل بشكل اوتوماتيك، انت ما بتشغلش بالك بالرساله. انت بتبعت رساله كأنك بتبعت لي ايميل، الايميل ده سيادتك بتبعته لي كله، وعلى حسب بقى يكون في اكيد في ميموري فاضيه، الميموري دي تفضل تحتفظ بالرساله لغايه لما الريسيفر يستقبلها. وبالتالي هنا السندر نيفر ويتس. لازم نفرق ما بين الثلاثه دول. هنا
الاتنين لازم يكونوا منتظرين قدام بعض، السندر والرسيفر لازم يكونوا فيس تو فيس كده قدام بعض. في الباوندد ممكن يحصل انتظار بشكل او باخر، في الانباوندد السندر نيفر ويتس والرسيفر هو يستقبل الرساله وقت ما يحب. طيب ده كان اول جزء في موضوع البروسيس، ان شاء الله الاسبوع الجاي نكمل موضوع البروسيس ده في المحاضره الجايه باذن الله. شكرا جزيلا.